في منتخبات في افريقيا بنتعامل معها ان هي منتخبات ضعيفه او منتخبات مش قويه، وفي منتخبات اخرى نتعامل معها انها منتخبات قويه ولازم نعمل حسابها بشكل كبير جدا. احنا بقى وسط المنتخبات الضعيفه ووسط المنتخبات القويه، حتى لو على الشكل النظري، احنا موجودين فين يا استاذ حسن؟ احنا انجلترا في افريقيا. انجلترا في افريقيا، احنا الفريق المرشح. انا بتكلم على مستوى كاس الامم يعني وعلى مستوى القاره، يعني احنا الفريق المرشح دائما للفوز باللقب الامم الافريقيه مهما كانت الحاله بتاعتنا. على فكره منتخب انجلترا كده، ويعني بس الفرق بقى ان احنا بنكسب. احنا كسبناها 7 مرات وكان لازم نكسبها مرتين ثلاثه كمان، منهم 74 مثلا. صحيح. اللي كانت هنا. صحيح. اللي بيراجع الماتشات دي يشوف ان احنا ازاي ما كسبناش بطولة 74. ده حاجة يعني واضحة جدا يعني. ف يعني نقدر نكون كمان يعني القوة الحقيقية بتاعتنا ظهرت في 2008 و2010 و2006. صحيح. القوة الحقيقية للكرة المصرية انك تعمل معجزة وتكسب كأس الأمم 3 مرات ورا بعض، ده حاجة كبيرة جدا. انما نرجع بس لنقطتين، 3 نقط. اتفضل. مصر كان ينافسها في بداية الكورة بتاعت لما افريقيا لعبت كورة، احنا لعبنا كورة قبليهم طبعا، بس لما افريقيا عرفت الكورة احنا كنا بينافسنا اثيوبيا والسودان. فترة قليلة جدا المنافسة تحولت بعد كده الى وسط افريقيا وقلب افريقيا يعني. بعد تطور بسيط بقى المنافس هو غرب افريقيا اللي هي الكاميرون ونيجيريا والسنغال، دي الفرق القويه اللي كانت بتواجهنا يعني. صح. نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا. ثم حصل تطور كبير جدا، بقى المنافس هو الشمال الافريقي وحتى الغرب توارى شويه، وبقت القوه في الوسط وجنوب افريقيا. مزمد. على مستوى بطولات الامم الافريقيه دلوقتي حصل تغيير شويه في الخريطه، بس القوه الحقيقيه اللي بتنافسنا لاسباب كثيره مش شرط المستوى، انما تكتيكيا الشمال الافريقي بيتعبنا واحنا بنتعبه. مظبوط. عشان بس ايه ما يبقاش برضو نفس الكلام اللي هو عقده نروح يعني لكلمه العقده دي المشهوره. احنا الاعلام المصري صدر للاعب المصري فكره انه لازم يكون عنده عقده من منتخب تونس مثلا. ده مش حقيقي. مظبوط. عشان تكسب تونس كل الكلام، كل ما تبقى تبرر او تقدم لمباراه ما بين مصر وتونس، مصر والجزائر، مصر وكذا، المغرب تقول عقده ليه؟ لا. وعشان كده انت اللعيب ينزل متوتر جدا في هذه المباراه، بينما يلعب مع الكاميرون اللي هي لعبت في كاس العالم وكان ممكن تبقى سيمي فاينل سنه 90. صح. يكسب 4 كوت ديفوار 4 يكسب كوت ديفوار 4 مين؟ صح. بدروجبا وسامويل ايتو بعد كده في الكاميرون. وانت بجيل رائع جدا من المحليين كمان. جيل وانت بجيل من المحليين. صحيح. فاحنا بصوا التاريخ مش هو كل حاجة. لكن التاريخ قوة دفع كبيرة جدا لأي منتخب ولأي كورة ولأي مستوى يعني. انت بتاريخك ده بتاخد قوة معنوية. انما تحضيراتنا مش للاتحاد ده، تحضيرات كل الاتحادات المصرية في آخر 30-40 سنة ما كانتش يعني جيدة عشان تنهض بمستوى المنتخبات بتاعتك. طيب.